أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. يلقي مستخدم آيفون باللوم على شركة أبل في سرقة بيتكوين بقيمة 600,000 دولار أمريكي، وذلك عبر تطبيق تريزور، حيث أزالت أبل التطبيق المزيف عدة مرات لكنه استمر في الظهور على متجر التطبيقات بعد أيام. كما قدم كريستو دولو تقريرا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي مصرحا فيه أن شركة أبل يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الوضع. أعلنت شركة بلوك تشين التقنية التي تتخذ من كندا مقرا لها عن إطلاق رمز أمان مدعوم من إنتاج شركة التعدين بلوك ستريم التي يديرها آدم باك، حيث توفر الشركة للمستثمرين غير الأمريكيين تعدين البيتكوين من خلال رمز الأمان بلوك ستريم ماينينج نوت. كما سيتم الاحتفاظ بعملة البيتكوين المستخرجة من أجل BMN في التخزين البارد لمدة 3 سنوات، وسيتم توزيعها على حاملي الرمز المميز النهائي في نهاية هذا الإطار الزمني. حصلت دابر لابز صانعي NBA توب شوتس على حوالي 305 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويل جديدة من مستثمرين، ومن أهم هؤلاء المستثمرين أسطورة كرة السلة مايكل جوردن وأيقونة هوليوود ويل سميث. ووفقا لمتحدث باسم دابر لابز نقلته بزنس إنسايدر، تمتلك الشركة الآن أصولا بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي. أعلنت شركة التعدين الكبرى ماراثون ديجيتال هولدينجز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عن إطلاق ما تصفه بأنه أول تجمع تعدين للبيتكوين في أمريكا الشمالية، حيث ستبدأ الشركة في نقل 100% من طاقتها الحالية للبيع بالتجزئة إلى المجموعة الجديدة اعتبارا من 1 مايو. كما تخطط مجموعة ماراثون الجديدة أيضا لبدء قبول قوة تجزئة مجمعة من المعدنين الآخرين في الولايات المتحدة اعتبارا من 1 يونيو، حيث تم نشر 103,120 من المعدنين لتوجيه 10.37 إكساهاشز في الثانية إلى مجمع التعدين، أي ما يعادل 6.4% تقريبا من إجمالي معدل التجزئة الحالي لشبكة بيتكوين. أعلنت الشركة الناشرة لألعاب الجوال تابينيتر عن خدمة NFT 500 التي ستعرض NFTs على الشاشة المادية، مما يسمح للمستخدمين بعرض الفن الرقمي المفضل لديهم بدلا من شرائه مباشرة، حيث سيتم إطلاق NFT 500 في صيف عام 2021، وستستضيف مجموعة ممتازة من فنانين رقميين وتقليديين. أصدرت تذر هولدينج ليميتد، وهي الشركة التي تقف وراء أكبر عملة تذر مستقرة في العالم USDT، رأياً تؤكد فيه أن تذر توكنز مدعومة بالكامل باحتياطاتها. ووفقاً لشركة التدقيق مور كايمن، تجاوزت احتياطات تذر لعملة USDT المستقرة الخاصة بها المبلغ المطلوب لاسترداد الرموز المميزة للأصول الرقمية. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيدا من الأخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية.